السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال؟ اليوم راح نتكلم عن الليبيد ميتابوليزم. شابتر سهل، كلام فيه كثير، لكن إن شاء الله إني غير أعطيكم المجمل. نعرف إن التراي أسايكلسرول هو الليبيد الفاتي أو الليبيد اللارج يونت في الليبيد، والفاتي أسيد السمول يونت. طيب الليبيد، نقول إن دايتري ليبيد آر فورمد mainly of triacylglycerol. 99% من الليبيد مكونة من triacylglycerol. في الأدلت من 100 ل 150 جرام بير دي، وكل واحد جرام يسوي لي 9 كالوريز، فمية جرام يعني يسوي لي 900. معادلة حسابية وما أظن لها لازمة، لكن تعرف إن الأدلت يحتاجون من 100 ل 150 جرام من الليبيد بير دي، وكل واحد جرام يسوي لي 9 كالوريز. طيب، فإذا أعطتكم، إذا هو مستحيل، اضرب العدد ب9 اللي يعطيك إذا جرامات، وهي أكيد إنها راح تعطيك جرامات. أو إذا سألت هذا 150، بس 100 100 و150. أهمية importance of dietary lipids، إنه one of the main source of energy. طيب، من أهم مصادر الطاقة وللجسم. Also the supply they supply the body with essential fatty acid and fat soluble vitamins. زي ما قلنا أول إن الفيتامينز تحتاج ليبيد عشان تذوب داخل الجسم، فهي مهمة في الفات soluble vitamins اللي تذوب في الفات، وessential fatty acid. طيب، الabsorption of lipids، الـ end product حقتها في النهاية لما يصير الـ absorption إيش يعطيني؟ عشان سهل الموضوع راح أربطها لكم بطريقة معينة. أول شيء نجي للفاتي أسيد. الفاتي أسيد هو المكون الأساسي للليبيد، فخلاص تعرفه، لازم يطلع لي فاتي أسيد، إذا كسرناه يطلع لي فاتي أسيد، هو الجلسرول. طيب، ففاتي أسيد وجلسرول هم المكونين الأساسيين. مونو أسايل جلسرول، طيب مونو أسايل جلسرول وجلسرول، فاتي أسيد، فوسفوليبيد وكوليسترول، هذول المكونات السيل ممبرين لأي خلية، فوسفوليبيد وكوليسترول. فنعرف ان هذول الاثنين مع الممبرين وهذول المكونات الاساسية، ومونو اسايل جلسرول مع جلسرول قريبات البعض. فهذا ايش الاند برودكت انت بعد ما تهضمها. طيب الفيت اوف ابزوربد ليبيدز، مصيرهم ايش اللي يتحللون هذول؟ بعضهم يروحون للاكسيديشن فور برودكشن اوف انرجي، الاكسيديشن عشان يطلعوا لي انرجي، وهذا اللي راح نتكلم عنه تحت. بعضهم يتحول conversion to glucose by glyconeo، ركزوا على نيو جينيسيس. لما نقول glyconeo genesis معناته احنا ما جبناه من كربوهيدرات، جبناه من ليبيد. اذا glyconeo genesis او ما glyco genesis معناته جلوكوز طلعناه احنا من كربوهيدرات، لكن اذا قلنا glyconeo genesis معناته طلعناه من ليبيد، فحنا نحول الليبيد conversion to glucose by glyconeo genesis. أو synthesis of tissue fat أو structural fat. structural fat اللي هي موجودة تقريبا في الوجه وفي أماكن ثانية، نقدر ننقلها من مكان لمكان، هذه معلومة فقط، فهذا structural fat. طيب، أو synthesis of biological active compounds اللي مثل الستيرويد، الكوليسترول، الأشياء هذه. formation of ديبوت فات، فورميشن اوف ديبوت فات، فهذا اللي يطلع لي، اما يطلع لي طاقة، اما يطلع لي جلوكوز، اما ستراكشرال فات، اما بيولوجيكال اكتف كومباوند او ديبوت فات. هذا المصيرهم ايش يصير فيهم اللي هم المنتجات هذه. طيب، تايب اوف بادي ليبيدز، اما عندنا تيشو ليبيدز او اديبوز تيشو او بلازما لايبوبروتين اللي هي الليبيد المرتبطة في بروتين عشان نقدر ندخلها داخل الخلية، لأن لو دخلت فيه بشكل مباشر أساسا ما تستطيع أنها تدخل بشكل مباشر، فترتبط مع بروتين بعدين تدخل. أو موجودة في البون مارو ليبيدز. طيب، الأديبوز تيشيو أو ديبوت فات، to process control the amount of triacylglycerol in ديبوت تيشيو. طريقتين عشان نسوي كنترول للايش للتراي اسايكلسرول
في الأدبوس تشيو، أما عن طريق لايبو جينيسيس باثوي أو لايبو لايسيس باثوي اللي هو سنثيسيس أوف فات أو بريكنج داون للفات. طيب نجي أول شيء لللايبو جينيسيس. نعرف أن الليبت أو تراي أسايجلسرول مكون من حاجتين أساسيتين، إيش هما؟ فاتي أسيد وجلسرول. هذول خلهم معك بجيبتك على طول، لا تخليهم، الثنتين هذول هم اللي يكونون التراي أسايجلسرول. فالسينثيسيس اوف تراي أسايجلسرول فروم فاتي أسيد أند جلوكوز. عندنا إنزيمات مهمة زي ما قلنا، كل شيء يصير عن طريق إنزيمات. إنزيمات أهم حاجة في الحياة. تو مين إنزيم، أسيتايل كو أي كاربوكسيلاز وفاتي أسيد سينثيز. هذول الإنزيمات المهمة، تو إنزيمز أسيتايل كو أي كاربوكسيلاز والفاتي أسيد سينثيز. طيب نجي للكو إنزيمز أند كو فاكتورز. كو إنزيم أند كو فاكتورز، مو مهم تعرف مين الكو فاكتورز ومين من الكو إنزيم، لكن البيوتين والنات بي اتش هم الكو إنزيمز، والمنجنيز والمغنيزيوم هم الكو فاكتورز. طيب عشان يسهل حفظهم، دائما المنجنيز والمغنيزيوم هذول ما يمشون إلا مع بعض. هذه واحد قال لي اياها، خلاص اذا جاء واحد لازم الثاني يجي معه. طيب والبيوتين والناد بي اتش اللي هو حق الريد بلاد سيلز يساعدهم، ما ادري ايش في اللكتشر قبل قلنا. هنا اللايبو نيو جينيسيس او اللايبو جينيسيس، نعرف حاجتين مهمات، انه يطلع لي الفاتي اسايل كو اي والجلسرول فوسفيت يرتبطون يسوي لي ترايسايجلسرول. هذا اللي قالت تعرفه الدكتورة. طيب أنت كشخص يمكن ما أنت مهتم، لكن أنا مهتم ولازم أقول لك المعلومة هذه. الجلايكولايسيس يصير عن طريق أن الأنسولين يجي ويسوي جلايكولايسيس. الأنسولين يسوي جلايكولايسيس، نعم هذه معلومة فاجأتني لكن اكتشفت أنه يسويها. إن جنرال هو يسويها، لكن هو يسوي جلايكوجينيسيس، لكن هو يسوي جلايكولايسيس عشان إيش؟ عشان يطلع لك الأسيتال كولين كو اي تمام، ويطلع لك الداي هيدروكسي كيتون فوسفيت عشان يربطهم. عشان ايش؟ عشان يكون لي اللايبو جينيسيس. فهو ما يكسرهم الا عشان هذا الشيء. الان بس اعرف هذا، هل في شيء ثاني بعدين يتغير الكلام؟ والله ما ادري. تمام، فعندنا جلوكوز يصير الجلايكولايسيس. طيب يتحول بايروفيت، بايروفيت اسيتال كو اي نسحبه يصير لي مونو مالونيل كو اي، بعدين فاتي اسايل كو اي، بعدين نربطه مع المنتج اللي طالع من الداي هيدروكسي كيتونز فوسفيت، يطلع لي جلسرول فوسفيت، يرتبطون يسوي لي ترايسايل جلسرول. هذا كلامه نفسه تقريبا. هنا يقول لك افتر ميل لايبوجينيسيس از ستيميليتد. كيف يصير ستيميليتد؟ الانسولين يطلع secreted which stimulate the glycolysis. طيب ليش؟ why الجلايكولايسيس supply that يطلع لي dihydroxyketones phosphate that is converted then to glycerol phosphate. زي ما قلنا في الصورة هذه glycerol phosphate in the adipose tissue، وبعدين عاد نربطه مع فاتي اسيد او شو اسمه فاتي اسايل كو اي يعطيني ترايسايجلسرول. دورينج فاستنج لايبوجينيسيس انهبيتد. انت الان ما عندك اي كربوهيدرات، ما اكلت شيء، محتاج انت انرجي، فيوقف اللايبوجينيسيس ويعطيني اللايبولايسيس. فانتي انسولين اللي هم نوربينفرين وبنفرين وال شو اسمه هذاك جلاكاجون، هذا هو جلاكاجون، ار سكريتد يطلعون عشان يسوون انهبت للجلايكوجينيسيس وستيميليت اللايبولايسيس. نجي لللايبولايسيس، مو انا قلت حط بجيبتك حاجتين، ايش هما؟ جلسرول وفاتي اسيد. فاللايبولايسيس از هيدرولايسيس. هيدرولايسيس يمكن تسألنا كيف يصير يتفككون؟ نفكك الترايسايجلسرول عن طريق الهيدروليسيس. طيب انتو ايش؟ جلسرول وفاتي اسيد، رجعناه من كذا رجعناه ثاني. اللوكيشن حقتها وين؟ في السايتوسول
of adipose tissue cells. موجودة في cytosol of adipose tissue cells. Lipolysis is carried out by number of lipase enzymes. طيب lipolysis كيف يصير؟ يصير عن طريق lipase enzyme. Lipi أو مأخوذة من كلمة lipid و is مأخوذة من كلمة إيش؟ من كلمة enzyme. تمام؟ فاللايبيز انزيم which are present in adipose tissue موجودة في الادبوز تيشو. مين هما؟ تراي داي مونو تراي السايل جلسرول لايبيز وداي السايل جلسرول لايبيز ومونو السايل جلسرول لايبيز. مين الحساس فيهم السنسيتيف؟ والله طلع الكبير والله الايش هرمونال سنسيتيف تراي السايل جلسرول لايبيز وكذا داي مونو هرمونو داي تراي والتراي هو الحساس سنسيتيف هرمون سنسيتيف. طيب ريجوليشن اوف لايبولايسيس زي ما قلنا فوق عيد الكلام هذا كله هذا يقول لك ان الانتي انسولين يطلعون عشان يسووا لي اللايبولايسيس. فميني هرمونز مثل الابنفرين نورابنفرين جلوكاجون ار سكريتد ستيمليت اوف لايبولايسيس نفس الكلام. وافتر ميل زي ما قلنا فوق انه الانسولين السكريتد انهبيشن اوف لايبولايسيس وستيميليشن اوف ايش لايبوجينيسيس. طيب طيب هنا معلومه ما ادري ايش دخل امها لكن يقول لك ان الكافيين موجود بالقهوه ستيميليت اللايبولايسيس فهو زي الانسولين. يمكن هذا يجي على سؤال احتمال كبير والله احس واحساسي دائما يخيب للاسف يعني. Causes of excessive lipolysis ايش يخليك تهضم او تحرق دهون او تكسر دهون؟ اما starving انت ميت من الجوع ما انت ماكل ولا كربوهيدرات ولا شيء فانت محتاج طاقة فايش يصير؟ يحترقن الدهون عشان يطلع لي glyconeogenesis اللي انا قلت لكم ركزوا عليها قبل شوي تصنيع جلوكوز عشان يمشي بالدم عشان انت محتاج طاقة. ف during starving مجاعة او دايبيتس ميليتس احنا ما نستعمل الجلوكوز الموجود فالمخ يعطينا اشارة ترى ما عندك كربوهيدرات ترى ما عندك جلوكوز اسعفنا حتى لو انك ماكل ما راح يبين عليك فالجسم عنده فكرة انك ما عندك جلوكوز فيصير ايش لايبولايسيس. لو كربوهيدرات دايت زي ما قلنا هايبر كاتابوليك ستيت مثل ايش؟ مثل الفيفرز والايش؟ والهايبر ثايرويدزم. اذا صار عندي هايبر ثايرويدزم يصير عندي ايش؟ اكسسيف لايبولايسيس لان اغلب الانتي انسولين يطلعون من الثايرويد اذا مو كلهم. طيب هذا كلام مال امه داعي بالنسبه لي بس هو يقول لك ان اللايبونيوجينيسيس اشتر كوي كوليسترول نفس الكلام اللي فوق يطلع تراي السايكوليسترول لما يصير اللايبولايسيس يرجعون زي ما كانوا ويلفون يلفون جلوكوز جلايكولايسيس يطلع لي داي هيدروكسايد كيتون فوسفيت. طيب الفاتي اسيد اوكسيديشن اوكسيديشن اذا قلت لك اياها معناتها اني ابغى اطلع طاقه. مين المسؤول عن الاوكسيديشن؟ بالميتوكوندريا. طيب لما نسوي فاتي اسيد اوكسيديشن ايش يعني؟ يعني ذا ماكسيمم اماونت اوف انرجي اكثر شيء يطلع طاقه مو جلايكولايسيس ولا اي حاجه اللي يطلعها هو الفاتي اسيد. فيقول لك among of the different food stuff lipid give the maximum amount of energy. هذا كلام هذا يقول لك through fatty acid oxidation اكيد احنا جالسين ندرسها. طيب there are different pathways of fatty acid oxidation اللي هي alpha oxidation beta oxidation omega oxidation. طيب why fatty acid undergo oxidation ليش؟ زي ما قلنا فوق main source of energy especially لما تحتاجهم متى؟ during fasting starvation carbohydrate deficiency. نفس الكلام ممل انا ترى جالس اقول كذا عشان تحسن الوضع عادي. فاتي اسيد اوكسيديشن ايش كلام برضو مال ام داعي. الفاتي اسيد اوكسيديشن از ان ما زي ما قلت لكم از ذا ميتوكوندريا ايروبيك بروسس. بالميتوكوندريا ايروبيك
بروسس. ليش؟ لأننا نستعمل أكسدي من أكسيديشن، يعني أكيد أننا نستعمل أكسجين، فهي ميتوكوندريا أيروبيك يعني في هواء في أكسجين، فهمتوا؟ زي يعني أكسيديشن أيروبيك كلها نفس الشيء. بروسس وفي بريكنج داون في فاتي أسيد، مين يطلع ناخذ الفاتي أسيد into acetyl CoA units. طيب هذا كلام ما له داعي. This process provides energy from fat. طيب هذا البروسس ايش تسوي لنا؟ نقول له process provides energy from fat. او what is the process that provide energy from fat اللي هي fatty acid oxidation. Where is mitochondria anaerobic process؟ ايش يصير فيها؟ break down of fatty acid into ايش؟ نحول الاسيتال كو اي. هنا البيتا اوكسيديشن لفة طويلة، الساي كو اي دي هيدروجينيز. طيب هي منين تبدأ هذه عشان اقولكم ولا ما لها داعي؟ طيب الان هذه اكسلي على هذه بس، الكربون الثالثة الكربون الثانية، الكربون الثانية بيتا وهذه جاما، ها بيتا جاما، ما ادري ليش حاطين الفا، ان شاء الله اني ماني غلطان انا. نفس الكلام هذا، طيب نفس الكلام هذا مكتوب هنا بطريقة ابسط، ما فهمت الصورة صراحة. البيتا اوكسيديشن اوف فاتي اسيد ايش يصير؟ البيتا اوكسيديشن هم مو قلنا احنا ثلاثة باثوي كلها فاتي اسيد اوكسيديشن، هذول هم كلهم فاتي اسيد اوكسيديشن، او اما عن طريق الالفا بوند او بيتا او من عند جهة ايش كاما. فيقول لك ان البيتا اوكسيديشن اوف فاتي اسيد ذا بريك داون اوف فاتي اسيد تو اسيتال كو اي، نفس الكلام. طيب ايش نبغى نعرف؟ افتر برودكشن اوف اسيتال كو اي فيد دايركتلي تدخل وين؟ في الكريب سايكل حقتنا الاولى، نفسها كريب سايكل، فهي تدخل في الكريب سايكل. ذا بوند is broken. وين البوند اللي احنا نكسرها؟ between the second carbon and the third carbon، between the second carbon and the third carbon، او between beta carbon و gamma carbon، عشان كذا اقولكم في لخبطه فوق، ما في غلط عشان لا تشغلون بالكم فيها. between beta carbon و gamma carbon، فايش يصير عندي؟ beta oxidation، عشان كذا سموها hence the name beta oxidation، لأنها تصير بين البيتا والجاما أو بين السكند والثيرد كل نفس الشيء، فأعرف أن السكند هي البيتا والثيرد هي الجاما، نكسر البوند اللي بينهم. وين موجودة الأورجانيك؟ الأورجان اللي موجودة فيها في الليفر، كدني، هارت، سكيلتون ماسلز. بيتا أوكسيديشن never ever travel occur in the brain and red blood cells، لأن البرين والريد بلود سيلز ما يحتاجون إلا كوليسترول جلوكوز، تمام؟ لأن الفات أساسا ما يوصل هناك خير شر، تمام؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. important function of beta oxidation، هذه برضو مهمة عليها سؤال، أنا إحساسي هالمرة هذه إن شاء الله أنا ما يخيب. energy production لما نسوي beta oxidation يعطينا energy production. بالماتيك اسيد بروديوس 129 اي تي بي، عدد مهول، هذا اكبر رقم عرفناه، فمين اللي يسويها؟ بيتا اوكسيديشن. بالماتيك اسيد بروديوسز 120 اي تي بي، نعرف الاسم هذا، مثال البالماتيك اسيد يطلع لنا 129 ايش اي تي بي. برودكشن اوف اسيتايل كو اي ويتش انتر ذا انتر ان ميني باثويز، الاسيتايل كو اي تدخل في العديد من ايش من الطرق اللي نسوي فيها اوكسيديشن. كيتون بوديز فورميشن، تمام؟ فهو ايش يسوي لي؟ بروديوس انرجي او انرجي برودكشن، مثال عليها البلماتيك اسيد بروديوس 129 اي تي بي. برودكشن اوف اسيتال كو اي واللي هو يدخل في أشياء كثيرة مثل أسيتال كو اي اللي يسوي لي ستيميليشن للنيرفز، أسيتال كو اي اللي يدخل في الكريب سايكل، أسيتال كو اي ما أدري إيش يسوي بعد، بحاول أفتي بس ما قدرت. فهو انتر الميني باثويز، وآخر شيء الكيتون باديز فورميشن يكون لي كيتون بادي. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Goodbye.